نتحول الآن صوب هولندا، حيث أحيت مجموعة ناس الغيوان سهرة فنية في العاصمة أمستردام في إطار الاحتفالات بالذكرى 40 للمسيرة الخضراء والذكرى 60 لعيد الاستقلال المجيد. هذا الحفل حج إليه عدد كبير من أفراد الجالية المغربية بهولندا. المتابعة لشياب زريح. ناس الغيوان في أمستردام أمام جمهور غفير من الجالية المغربية المقيمة في هولندا. المجموعة بأغانيها الخالدة أدخلت الفرحة على الجيل المعاصر لها من الحضور، واستمتع بها أيضا الجيل الثالث من أبناء الجالية المغربية في أمستردام ومن مدن أخرى. حضور أكثر من 400 شخص اللي جاوا هنايا وكانوا متحمسين باش يشوفوا ناس الغيوان اللي تعتبروا قدوة للغناء للتراث والتاريخ المغربي الأصيل. نحن كجالية مغربية هنا في هولندا، فلأول مرة أنني حضرت لواحد الحفل اللي هو وطني وداز بامتياز. الحفل كان أيضا مناسبة لتكريم اثنين من المتطوعين في المسيرة الخضراء في لحظة تقدير واحترام لمن شاركوا في هذا الحدث التاريخي. فرحنا بهذا التكريم العظيم الكبير، اللي مشينا المسيرة فرحانين، اللي راجعين فرحانين وبخير، تهلاو فينا تما وهنايا فرحنا بزاف بزاف بزاف. وهكذا تواصل الحفل في أمستردام، تجاوب وحماس مع أغاني ناس الغيوان الوطنية في صور تغني عن أي تعليق.